شعت شموس الهدي بالكلمات، فنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. حديثنا في هذه الليلة يدور بإذن الله تعالى حول الاجتهاد، قبل أن نبدأ بالحديث لا بأس أن نشير إلى أننا نعتقد أن الأمة كما هي بحاجة إلى مجموعة كبيرة من الخطباء، وإلى مجموعة كبيرة من المؤلفين، وإلى مجموعة كبيرة من المؤسسين، وإلى مجموعة كبيرة من الناهضين كذلك. الأمة تحتاج إلى مجموعة كبيرة من المجتهدين. هذا الكلام لا يعني التفكيك بين الاجتهاد وبين التأليف، ولا بين الاجتهاد وبين الخطابة، ولا بين الاجتهاد وبين التأسيس. يمكن أن يكون المجتهد مؤلفا، المجتهد يكون مؤلفا كما في العلامة الحلي رحمة الله عليه، الذي ينقل في أحواله أنه ألف 1000 كتاب. ومن العجائب أنه هذا شرح التجريد الذي ألفه العلامة، ينقل أنه ألفه وعمره 18 عاما.
الآن يمكن الشيوخ الذين هم في الستين من العمر بعضهم لا يفهم هذا الكتاب، عندما كان عمره 18 عام ألف هذا الكتاب كما ينقل. فالمجتهد يمكن أن يكون مؤلفا، المجتهد يمكن أن يكون خطيبا، الوالد رحمة الله عليه كان يقول كثير أو مجموعة من خطباء إيران قديما كانوا مجتهدين، مجتهد خطيب، كانوا يأتون إلى العراق إلى كربلاء مثلا في أيام شهر رمضان في أيام شهر محرم ويخطبون. المجتهد يمكن أن يكون ناهضا كما في نهضة صاحب الكفاية، صاحب الكفاية كان مجتهدا وكان ناهضا، أو المجدد الكبير كان مجتهدا وكان ناهضا. لا نعني بهذا الكلام التفكيك فيما بين الخطين، وإنما نعني أن هنالك فراغا كبيرا في الأمة، كما أنه هنالك فراغ يجب أن يملأ بمجموعة ضخمة من الخطباء، كما أنه هنالك فراغ يجب أن يملأ بمجموعة ضخمة من المؤلفين، كما أنه هنالك فراغ يجب أن يملأ بمجموعة ضخمة من الناهضين، كذلك هنالك فراغ في الأمة يجب أن يملأ بمجموعة ضخمة من المجتهدين. هذا هو الموضوع الذي نريد أن نتحدث عنه في هذه الليلة بإذن الله تعالى. نتحدث حول هذا الموضوع وهو موضوع الاجتهاد في نقاط. النقطة الأولى، ما هي حاجة الأمة إلى وجود المجتهدين؟ الجواب على ذلك باختصار أن الحاجة إلى وجود المجتهدين تمثل صغرى من صغريات كبرى كلية، وهذه الكبرى الكلية هي الحاجة إلى أهل الخبرة. نحن في جميع الفنون وفي جميع العلوم نحتاج إلى أهل الخبرة. هل الثقافة العامة تكفي؟ الجواب كلا. هذه من الأشياء التي راجت بالذات في العهود الأخيرة، أن الثقافة العامة تكفي. لا، الثقافة العامة لا تكفي، وإنما الأمر بحاجة إلى الخبروية، يجب أن يكون أهل خبرة. نمثل بمثال على ذلك.
في ميدان الطب نحن نحتاج إلى أهل الخبرة. عندما واحد يمرض يراجع من؟ يراجع أهل الخبرة. هل يكفي في ميدان الطب الثقافة العامة؟ واحد عنده مطالعات طبية، واحد صار في جلطة قلبية، وانتو عندكم ثقافة عامة طبية مطالعين 100 كتاب حول الطب، الكم حق ان تعالجوا هذا المريض؟ العقل يأذن لكم في معالجته؟ لا. العقلاء يأذنون لكم في معالجته؟ لا. هذه قضية تحتاج إلى خبير، ولا يكفي فيها الثقافة العامة. إذا واحد طالع نظرية أينشتاين مثلا في الرياضيات، أنا طالعت كتاب حول النظرية النسبية لأينشتاين، النسبية العامة والنسبية الخاصة، وما أعجبتني مقاطع من هذه النظرية، أكو فيها نقاط لا تعجب ولا تقنع، هل أعطي لنفسي الحق ويعطيني العقلاء الحق أن أرد على النظرية النسبية؟ إلي حق أو ما إلي حق؟ أقول هذه النقطة باطلة التي قالها. نعم، إلي حق في صورة واحدة، وهذه الصورة الواحدة أنه أذهب أتخصص في الرياضيات في المجالات المرتبطة بهذه النظرية، أبذل من وقتي 20 عام أو 30 عام أو أكثر أو أقل، ثم بعد ذلك أرد على هذه النظرية. أما لأنه أنا عندي ثقافة عامة، أكتب كتاب الرد على النظرية النسبية، لا العقل يأذن بذلك ولا العقلاء يعتنون بهذا الرد. من هذا الكاتب؟ هذا الكاتب الذي لم يدرس في المدرسة إلا 5 صفوف ابتدائية مثلا، إلى حق أن يرد على هذه النظرية؟ ما إلى حق. الحاجة إلى الاجتهاد وإلى المجتهدين نابعة من الحاجة إلى أهل الخبرة. أما أنه واحد يقول أنا الثقافة عامة عندي، وأنا فهمي من الآية هذا، وفهمي من الرواية هذا، هكذا أتصور، روح الإسلام هكذا تقتضي، هذا مثل واحد يقول روح الطب هذا يقتضي، ما إله. يعني هذه قضية مو قضية تعبدية، هذه قضية عقلية وعقلائية. صاحب المناهج رحمة الله عليه كما ينقل عنه يمثل مثال، أنا أذكر لكم هذا المثال مع الزيادة والنقيصة ومع التصرف في مثاله. كلامنا في أن الآيات، الروايات، فهم الموقف العملي للمكلف تجاه الشريعة بحاجة إلى خبروية. إذا ورد في الشرع، نفرض هذا الحديث، إذا أفطرت يوما من شهر رمضان متعمدا فأعتق رقبة أو أطعم 60 مسكينا
أو صوم شهرين متتابعين. هذا الحديث يمكن أن ننظر إليه ببساطة، كل واحد أفطر متعمد فعليه إحدى الخصال الثلاث، انتهت القضية عند هذا الحد؟ لا، هنالك بحوث. البحث الأول، هذا خبر واحد أو خبر واحد مثلا، هذا مثال طبعا، الخبر الواحد حجة لو مو حجة، هذا يحتاج إلى 4 أشهر ربما من البحث. هذا البحث الأول. البحث الثاني، آمنا بأن الخبر الواحد أو خبر الواحد حجة، هذا الخبر الواحد بالذات حجة لو مو حجة؟ الرواة الذين وقعوا في طريق هذا الخبر ثقات أو لا؟ الرواية صحيحة أو لا؟ موثقة أم لا؟ حسنة أم لا؟ الخبر الموثق حجة أو لا؟ الخبر الحسن حجة أو لا؟ إذا كان خبر ضعيف وكان منجبرا، الشهرة جابرة أم لا؟ هذا البحث الثاني. البحث الثالث، هل يجب البحث عن المخصص والمقيد أم لا؟ هذا الخبر يمثل عموم أو إطلاق؟ أكو هنالك هل يجب البحث عن المخصص والمقيد أو لا؟ إذا قلنا يجب، البحث الرابع، هل هنالك مخصص ومقيد لهذا أو لا؟ البحث الخامس، إلى أي مقدار يجب الفحص عن المخصص والمقيد والمعارض؟ إلى حد العلم؟ أو يكفي الإطمئنان؟ أو يكفي الظن؟ السؤال السادس، الرواية تقول أعتق، هذا أمر، صيغة الأمر تدل على الوجوب لو لا؟ هذا يمكن شهر من البحث يحتاج. البحث الآخر يقول أطعم 60 مسكينا، مسكين يعني شنو؟ المسكين هو الفقير أو أسوأ حالا من الفقير أو شيء ثالث. البحث الآخر، الرواية تقول صم شهرين، الشهر يعني الشهور القمرية أو الشهور الشمسية أو الأعم من الشهور القمرية والشمسية، أو تشمل الشهور الميلادية أيضاً، وإذا الشهر كان ملفق فما هو الحكم؟ يعني ما بدأت من أول الشهر إلى آخر الشهر، الشهور التلفيقية شنو حكمها؟ البحث الآخر، ما المراد بالتتابع شهرين متتابعين؟ المراد التتابع الدقي أو التتابع العرفي، هذا شهر من البحث يحتاج ربما. البحث الآخر، فأطعم، أطعم يعني شنو؟ يعني الطيلة تمن مرق، هذا معناته، أو الطيلة سندويش، أو الطيلة كيلو من الحنطة، هذا أطعم ينطبق عليه لو لا؟ هل يشمل الأطفال أم لا؟ يجمع 60 طفل حتى يعطيهم طعام أقل، يكفي لو لا؟ هل الجاهل المقصر مشمول لهذه الرواية لو لا؟ لأن تقول إذا أفطرت عمدا، عمدا يشمل الجاهل المقصر لو لا؟ التقصير في المقدمات، هل يطلق عليه العمد لو لا؟ لأن ما بالاختيار لا ينافي الاختيار. إذا شهر رمضان، الرواية قايلة شهر رمضان، نوعياً من شهر رمضان عندنا، شهر رمضان المعلوم بالعلم الوجداني وشهر رمضان المعلوم بالعلم التعبدي، هل هذا الحكم جار في شهر رمضان المعلوم بالعلم التعبدي؟
كما لو شككنا أن هذا اليوم أو آخر شهر رمضان لو أول شوال، مقتضى لا تنقض اليقين بالشك بقاء شهر رمضان. إذا أفطر في هذا اليوم فهل ينطبق هذا الحكم أو لا؟ هل الأمر يفيد الفور أم لا؟ فأطعم فورا لو بعد السنة يطعم. هاي مسألة لطيفة، هل يجوز الإطعام في بلد آخر بقيمة أرخص لو لا؟ الرواية قايلة أطعم، أنا بالعراق أطعم 60 مسكين حتى أعطي نصف القيمة، يصير لو لا؟ الشيء الآخر لو أمره بالإطعام عنه، الرواية تقول أطعم، أنا ما أطعم، أقول لواحد أطعم عني من مالك، يصدق فأطعم لو ما يصدق؟ إذا تبرع عني متبرع بدون علمي وبدون أمري، هل يطلق على ذلك أطعم لو لا؟ إذا واحد عليه خمس أو زكاة، واحد تبرع عنه بدون علمه بدون أمره، يكفي لو ما يكفي؟ هل تصدق النسبة أم لا؟ إذا وكل واحد في الدفع فمن ينوي، الموكل أو الوكيل أو كلاهما معا إلى آخر هذه الفروع التي تبدأ ولا تنتهي؟ أنتوا إذا تردون تحللون هذين السطرين من الرواية، يحتاج ربما مع مبانيه المختلفة الفقهية والأصولية والرجالية إلى عام واحد من البحث. فهل تكفي الثقافة العامة؟ أظن فد مرة نقلت لكم أنه واحد من الأطباء كان يقول إحنا عندما دخلنا في طب الأسنان كنا نظن فد عظم هالكبراته وتقلعه وشوية يسوس تنظفه هذا هو وتحشي. بعدين شفنا أن الأسنان فيها من المشاكل والمسائل والقضايا بمقدار بلد فيه 60 مليون إنسان. كان يقول بقدر كشور إيران مسألة داره هو هذا العظم اللي هالكبرات. فهل تكفي الثقافة العامة في الطب، في القلب، في المخ؟ لو يحتاج 40 سنة من الدراسة والبحث والتحقيق والتنقيب. إذن الحاجة إلى الاجتهاد وإلى المجتهدين تنبع من الحاجة إلى أهل الخبرة، ولا تكفي فيها الثقافة العامة كأي علم من العلوم وأي فن من الفنون. هذا هو البحث الأول. البحث الثاني، آمنا بالحاجة إلى وجود المجتهدين، فهل تكفي اجتهادات مجتهدين الماضين؟ هذا أيضا كلام معروف، المجتهدون الماضون رضوان الله عليهم بذلوا جهودا، ألفوا، سهروا الليالي وكتبوا، فما هي الحاجة إلى مجتهدين جدد؟ هذا السؤال فيه ثلاثة أجوبة. الجواب الأول جواب نقضي، الأطباء القدامى سهروا الليالي ربما، تعبوا، ألفوا، ابن سينا ألف كتاب القانون في الطب،
فما هي الحاجة إلى الأطباء الجدد؟ إحنا نكتفي بكتاب القانون لابن سينا وانتهت القضية. ما الحاجة إلى الأطباء الجدد؟ ما الحاجة إلى المهندسين الجدد؟ هذا الإشكال مشترك الورود في جميع الفنون في جميع العلوم. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني: العلوم في حالة تطور. العلم لا يقف عند حد معين، العلوم تتطور، مباني العلوم تتطور. يمكن المباني الأصلية تكون ثابتة، ولكن هنالك مباني تتطور، طرق جديدة تكتشف، روايات جديدة تكتشف. فهنالك حاجة إلى اجتهاد مستمر. الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه في كتابه الفرائد يقول: وأول مضمون كلامه كشف هذه الروايات أو استدل بها. روايات لا تنقض اليقين بالشك، إحدى القواعد المهمة، إحدى الأصول العملية المهمة الآن اللي ربما تترتب عليها آلاف الفروع الفقهية، قاعدة لا تنقض اليقين بالشك كقاعدة عامة، كأصل عام، أصل عملي عام. أول من التفت إلى هذه الروايات فيما نعلم والد الشيخ البهائي، يعني تمسك بها كمستند لهذا الأصل العملي العام. والد الشيخ البهائي إيش وقت كان؟ الشيخ حسين عبد الصمد، قبل 500 عام تقريبا اكتشف هذه الروايات، وربما أحدث هذا الانكشاف اكتشاف ربما انعطافا في بعض جوانب الفقه في كتابه العقد الطهماسبي. الشيخ الأعظم في الفرائد يشير إلى ذلك، يقول: نعم ربما يظهر من بعض عبارات ابن إدريس الحلي أنه تمسك بهذه الروايات في الماء المتغير إذا زال تغيره من قبل نفسه. فأكو مجال، يعني الفقهاء كانوا قبل ابن إدريس الحلي، ولكن ابن إدريس الحلي أو الشيخ والد الشيخ البهائي أول من اكتشف هذه الروايات فيما نعلم. يعني توثيق الرجال، يمكن أنه السيد البروجردي رحمة الله عليه يكتشف بتتبعه في علم الرجال طرق جديدة للتوثيق. المتأخرون من الرجاليين اكتشفوا طرقا جديدة للتوثيق، مجموعة منهم. فالعلم إذن لا يقف عند حد معين، يمكن أنتم إذا أصبحتم مجتهدين تكتشفون المباني، الهيكل العام محفوظ، هذا واضح. المباني الأصلية لا يمكن التلاعب بها والتغيير فيها، ولكن يمكن أن تكتشفوا رواية موجودة في كتاب الديات تدل على قاعدة عامة من أول الفقه إلى آخر الفقه، ممكن هذا المطلب. ليش يقولون كم ترك الأول للآخر؟ هذا ثانية. ثالثا: الحياة تتجدد.
هذا الجواب الثالث يختلف عن الجواب الثاني. الجواب الثاني العلم يتطور ولو في بعض التفاصيل. الجواب الثالث الحياة تتطور. حياة تتطور يعني شنو؟ يعني تطرح صغريات جديدة. المجتهد يتمكن أن يطبق هذه الكبريات على هذه الصغريات. البنك ما كان قديما، البنك بهذه الصيغة المعقدة ما كان. البنك مشمول لأي كبرى من الكبريات الشرعية، عقد التأمين ما كان، عقد التأمين مشمول لأي كبرى من الكبريات الشرعية. الاستنساخ البشري الذي هو شيء جديد مشمول لأي كبرى من الكبريات. شنو حكمه بلحاظ الحكم التكليفي الأولي؟ شنو حكمه بلحاظ الحكم التكليفي الثانوي؟ شنو حكمه بلحاظ الأحكام الوضعية؟ يمكن هذه قضية الاستنساخ تطرح مئات المسائل الجديدة أمام الفقهاء. هذا المستنسخ ابن أو لا؟ يرث أو لا؟ هو ابنه؟ لو هو أخوه أكو رأي أنه هذا أخو مو ابنه. إذا استنسخ من واحد يعني أخذوا من خلية مثلا واستنسخوها منها، فأكو رأي أن هذا المولود الجديد هذا ابن ذاك، وأكو رأي أنه هذا أخوه. فالحياة متجددة. وفي الحديث لعله عن الإمام الصادق صلوات الله عليه: إنما علينا الأصول وعليكم التفريع. هذه مهمة الفقيه. وأكو حديث الشيخ ينقله في كتاب المكاسب حول قضية ركب الجارية، لذلك الراوي قال: في هذا بعينه أنا لا أجد حديثا، لا أجد نصا، لأن رجع إلى بعض قضاة العامة في مسألة فتحير فشرد، ما أدري في هاي القضية لو في قضية ثانية، قال: إني أجد في بطني غمزا ولمزا وشرد، ما عرف يجاوب. فأجى سرا إلى واحد من أصحاب الإمام الصادق صلوات الله عليه، ما أدري في هذه القضية قضية ركب الجارية أو لا، في قضية ثانية، وقال له: شنو عندك في هذا من الإمام الصادق صلوات الله عليه؟ قال: أما هذا بعينه، يمكن زرارة كان، محمد بن مسلم كان، أما هذا بعينه فلا أجد فيه نصا، ولكن سمعت الإمام يقول صلوات الله عليه: كل ما زاد أو نقص في أصل الخلقة فهو عيب. فهذه الجارية معيبة وله خيار العيب. فإذا المباني الفرعية للأصلية تتطور والحياة تتجدد، ولذلك نحتاج إلى اجتهاد مستمر إلى ألف عام إن شاء الله. إذا الإمام الحجة صلوات الله عليه وعجل الله تعالى فرجه إذا ظهر بعد يظهر الحق كله. نقل لي أحد العلماء وهو سيد الرجائي حفظه الله، قال: كانوا جماعة قاعدين في مكان يقولون: إذا كان عندنا فد مثلا شيء مسطح، هذا ما يطلق عليه الآنية، فإذا شوية أحنيناه ما ينطبق عليه الآنية، شوية هلقى، إذا شوية أكثر أحنيناه أيضا ما ينطبق عليه الآنية.
أحنيناه أحنيناه إلى أن وصلنا إلى نقطة نشك أنه ينطبق عليه الآنية أو لا، حتى يكون مشمول بأحكام الأواني. فشنو الحكم؟ وصار بحث مطول أن الشبهة مرة تكون مصداقية ومرة تكون مفهومية. شنو حكم الشبهة المصداقية؟ لا تنقض، هل يجري في الشبهة المفهومية أو لا؟ إلى آخر هذه البحوث. واحد قال كل هذه من آثار غيبة الإمام الحجة صلوات الله عليه. إذا الإمام الحجة صلوات الله عليه كان، بعد ما كنا نحتاج إلى هذه البحوث. الإمام كان يقول لنا الحق وتنتهي القضية. على كل حال إن شاء الله الظهور يكون قريبا، ولكن إلى عهد الظهور الأئمة صلوات الله عليهم قالوا لنا إنما عليك علينا الأصول وعليكم التفريع. هذا هو البحث الثاني. البحث الثالث، هل الاجتهاد عملية الاجتهاد خاصة ومنحصرة في إطار الأحكام الفقهية؟ الجواب كلا. الأحكام الفقهية يعني مسائل الطهارة والصلاة والصيام تحتاج إلى اجتهاد. واحد يقول أنا ما أريد أدخل هذه المجالات. أكو بعض الأفراد يقول أنا ما إلي شغل بمسائل الحلال والحرام، أخذ هذه الأحكام من المجتهدين أو أحتاط. عملية الاجتهاد هل تنحصر في إطار الأحكام الفقهية؟ الجواب كلا. القضايا العقائدية فروعها مو أصولها، أصول العقائد مسلمة قامت عليها البراهين العقلية والنقلية والروايات المتواترة، ولكن تفريعاتها أن الذي يعذب في القبر مثلا البدن أو الروح أقعد في قبره، يعني البدن يقعد بالقبر أو الروح تقعد في القبر أو البدن المثالي يقعد في القبر مثلا. أكو عندنا قالب مثالي بعد الموت أو ما عندنا؟ هذه التفريعات هذه كلها تحتاج إلى اجتهاد. إذا واحد مو مجتهد ما يتمكن يحلل القضايا الاعتقادية الفرعية تحليلا علميا. أكو رواية، هذه الرواية صحيحة لولا، معتبرة أم لا؟ أكو إلها معارض لولا؟ إذا إلها معارض كيف الجمع بين هذه الرواية وتلك الرواية المعارضة؟ أكو تكافؤ لولا؟ أكو تراجيح لولا؟ حتى في التفسير إذا فقيه يفسر القرآن الكريم يختلف عن تفسير واحد غير فقيه، حتى إذا خطيب يريد يحلل روايات الزهد، الزهد شنو معناته في الإسلام؟ إذا فقيه يصب القوة الفقهية في المنبر، وإذا مو فقيه ما عنده مباني فقهية يضطر إما يعتمد على الآخرين أو يقول أشياء غير ناضجة وأشياء فجة. الوالد رحمة الله عليه كان ينقل الظاهر عن السيد الحكيم رحمة الله عليه، كان يقول كان عندنا أستاذ في التفسير إجا في اليوم الأول وآية شرحها ساعة مثلا ثلاثة أربعة أكثر أقل، شرح الآية بشكل. بكرة إجا قال في الآية الكريمة أكو احتمال ثاني وطرح الاحتمال الثاني وشرحه. في اليوم الثالث إجا وقال في الآية أكو احتمال ثالث. إلى 30 يوم أو إلى شهر 30 احتمال في الآية الكريمة.
هذه الآية الكريمة واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان في سورة البقرة وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. بعض المفسرين في هذه الآية قايلين أكو مليون وكذا احتمال في معنى هذه الآية أو مليونين وكذا احتمال. هذه الآية اقروها في سورة البقرة واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، ما أدري كاتبين مليون وكذا احتمال، مثلا مليون وربع مليون احتمال، لو مليونين ومثلا ربع مليون احتمال في هذه الآية. شوفوها في تفسير الميزان مذكور، طبعا ما ذاكر كل الاحتمالات. ففي القضايا العقائدية الفرعية مو الأصلية، القضايا الأصلية ثابتة، القضية الشفاعة وقضية الرجعة وما أشبه ذلك، لا الفروع وما أكثرها. في علم الإمام شفت قديما كتاب أظن اسم الكتاب المعارف السلمانية، محلل علم الإمام صلوات الله عليه، فقيه يحلل مسألة علم الإمام ورجل عادي يحلل هذه المسألة، تفاوت كبير. حتى رواية طبية تردون تحللوها، ابدأ بأكل الملح قبل المائدة واختم به فكم له من فائدة. هذا الشعر عن الرواية منظومة، بالرواية أكو ابدأ طعامك بالملح واختم به، بحوث كثيرة أكو في هذا، ابدأ طعامك هل يشمل الفاكهة لو لا، يعني واحد يريد يأكل فاكهة برتقال مثلا أو ليمو حلو أيضا يبدأ بالملح ويختم بالملح لو لا. طعام يعني شنو؟ الوالد رحمه الله يقول نعم الطعام يشمل الفاكهة، وإذا يريد يشرب ماء أيضا يبدأ بالملح ويختم بالملح. الوالد يقول الطعام يطلق على الماء ولكن الرواية لا تشمل الماء، لأن ومن لم يطعمه فإنه مني، يطعمه الضمير يرجع للماء في الآية الكريمة، قال إن الله مبتليكم بنهر إلى أن يقول ومن بلي لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. فإذا أردت تشربون ماء أيضا تبدأون بالملح وتختمون بالملح. الوالد يقول لا الرواية مو ظاهرة في هذا. فهل تشمل اللبن لولا؟ واحد يريد يشرب لبن أو حليب أيضا يبدأ ويختم. الوالد يقول نعم. إذا يريد يأكل عسل ملعقة من العسل هل يبدأ بالملح ويختم بالملح؟ الوالد يقول نعم. إذا تردون تطون للطفل طعام هل تبدأونه بالملح وتختمونه بالملح لولا؟ الوالد يقول نعم. إذا تردون تطون للطفل حليب الأم قبل ما تطيله حليب تبدأ بالملح وتختم بالملح يشمل لولا؟ أصلاً إذا واحد مو فقيه أصلاً هاي الفروع أصلاً في ذهنه ما تجي. الفقه يعطي للذهن خلاقية وقوة. الوالد رحمة الله عليه ذاكر هذه الفروع في كتاب الأطعمة والأشربة إذا حبيت راجعوه، وفروع أخرى أيضا يمكن تستخرجونها. هذا البحث الثالث. البحث الرابع والأخير ونختم به، هل الاجتهاد يعرف قطرا معينا وبلدا معينا؟ هذه من نقاط قوة التشيع، أن الاجتهاد لا يعرف والمرجعية لا تعرف الحدود الجغرافية والحدود الإقليمية والعنصرية واللونية.
كفاءه، واحد عنده كفاءه اهل للاجتهاد، واحد ما عنده كفاءه ليس اهلا. احنا عندنا مراجع عرب ومجتهدون عرب، جبل عامل مخرج كثير من فقهاء الشيعة في لبنان، فالنسبة هائلة من فقهاء الشيعة من جبل عامل، هاي من آثار جهود أبو ذر الغفاري رحمة الله عليه. ما أدري خمس فقهاء الشيعة، فالكمية هائلة عرب كانوا. عندنا فقهاء إيرانيين كالشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، الشيخ الأنصاري اللي الآن محور في الفقه والأصول في الحوزات العلمية، إحدى المحاور المهمة. كان واحد من ششتر أو من دزفور، واحد إيراني. عندنا فقهاء هنود هندي كالفاضل الهندي، وله كتاب كشف اللثام، كتاب قوي. فيمكن أن يكون واحد هندي فقيها، ويمكن أن يكون مرجعا للتقليد. هذا من مفاخر التشيع، أنه لا يعرف الحدود الجغرافية، الملاك، التقوى والكفاءة. يمكن أن يكون واحد أفغاني كصاحب الكفاية، صاحب الكفاية أفغاني، الهروي المدرس الأفغاني رحمة الله عليه كان يقول قال الهروي في كفايته من هرات ولا ينقصه ذلك. البحرين، البحرين القديمة بحدودها اللي أكبر هي من حدودها الفعلية، ينقل أنه كان فيها بين 300 إلى 600 مجتهد. هذا من المنطقة الشرقية القطيف، كان يقال لها قديما النجف الصغرى من كثرة وجود العلماء والمجتهدين فيها. وهكذا إذا تتبعون التاريخ تجدون أن الاجتهاد لا يعرف حدا ولا يعرف قومية، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ملاك الكرامة التقوى. وأما من كان من الفقهاء، يكون عربي، عجمي، هندي، من أي بلد كان، بلد مو مطروح. وأما من كان، هذا من مفاخر الإسلام. الدنيا إلى الآن ما وصلت إلى هذا الشيء. الدنيا تقول رئيس الجمهورية الأمريكية يجب أن يكون أمريكية، أما الإسلام يقول لا، أعظم مرجع للتقليد يمكن أن يكون هنديا أو أفغانيا أو إيرانيا أو بحرينيا أو قطيفيا أو عراقيا أو حليا أو من أي قومية أخرى. ماكو قومية. بناء على ذلك أنا أظن أن الإخوة الكرام جميعاً، اللي يريد يصير خطيب، اللي يريد يصير مؤلف، اللي يريد يصير مؤسس، اللي يريد يصير ناهض، يجب أن يحاولوا أن يبلغوا درجة الاجتهاد من أي قومية كانت، إلا إذا أكو محظور خارجي، ذاك بحث آخر، هنديا كان أو عربيا أو عجميا أو تركيا، من أي قومية. لأن في الواقع المجتهد يتمكن أن يحل من المعضلات الفقهية ومن المعضلات العقائدية ومن المعضلات الطبية المربوطة بالشرع ومن المعضلات الاجتماعية أكثر من غيره. العم حفظه الله كان ينقل أظن عن الشيخ حسن السعيد أظن رحمة الله عليه،
كان يقول في طهران في وقت من الأوقات كانت نفوسها 600,000، وفي ذلك الوقت كان فيها 60 مجتهد في وقت من الأوقات، جمعيتها 600,000 وعندهم 60 مجتهد في طهران فقط. والآن يعني ذاك الوقت اللي كان يحكي نفوس طهران 6 ملايين وفيها 6 مجتهدين. ستين مجتهد 600,000 و6 مجتهدين 6 ملايين. أنا تصوري أن الإخوة حتى إذا يريدون أن يكونوا خطباء فليكونوا خطباء مجتهدين، إذا يريدون أن يكونوا مؤسسين فليكونوا مؤسسين مجتهدين، إذا يريدون أن يكونوا مفسرين، المجتهد المفسر يفسر بطريقة لا يستطيع أن يفسر بها المفسر غير المجتهد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شرت شموس الهدي بالكلمات فنارت أفهم بالآيات، أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهات، فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير.